ما بعرف ليش أنا مصرة على الأخبار يلي لها علاقة بدمار الكوكب بالعموم. هلأ هذا الخبر يمكن شفناه بالأعوام الماضية وبالأيام الماضية تحت عنوان انفجار البلازما المظلمة يلي عم يهدد الأرض بعاصفة شمسية قوية. هلأ اللافت بالموضوع أنه علماء الفيزياء عم يأكدوا أنه الطاقة الكبرى للشمس لسه بعد ما انفجرت، وممكن هذا الشيء نشوفه بالصيف المقبل بعام 2025. لنحكي أكثر عن هذا الموضوع ونعرف تداعياته رح يكون معنا الأستاذ محمد العصيري رئيس الجمعية الفلكية السورية عبر الهاتف. أهلا وسهلا أستاذ محمد. يسعد أوقاتكم هذا منيس. يسعد أوقاتك. كل خير. يسعد أوقاتك أستاذ محمد. طبعا خلينا نبدأ بالأول، يعني نحكي بس ولو تعريف يعني علمي، شو هو يعني المادة المظلمة أو البلازما المظلمة؟ تمام جدا. هلا موضوع البلازما المظلمه يختلف تماما عن موضوع الماده المظلمه. الماده المظلمه هي ماده غير معروفه في الكون، اما البلازما المظلمه هي موضوع ارتبطها بالشمس. مثل ما بنعرف احنا في بقع مظلمه على سطح الشمس، هي البقع المظلمه عباره عن مناطق بارده. الشمس هو نجم ملتهب، نجم يعيش على تحويل الهيدروجين الى هيليوم ويطلق كميات كبيره جدا من الطاقه، لكن في بعض الاحيان يحدث ان هناك مناطق على سطح الشمس تكون بارده، يعني ابرد من باقي سطح الشمس. هذه المناطق الباردة تظهر باللون الداكن سوداء، فتسمى البقعة الشمسية. هذه البقعة الشمسية تدور حول الشمس كل 11 سنة مرة، وبالتالي كل فترة زمنية ممكن تقابل الأرض. البقعة الشمسية هي عبارة عن احتقان حفر للطاقة الشمسية. هذا الحفر أو الاحتقان للطاقة الشمسية والحقل المغناطيسي الشمسي يبقى لفترات زمنية قصيرة نسبيا، ثم يسبب انفجار شمسي. هذا الانفجار الشمسي يولد رياح شمسية، عاصفة شمسية. هنا الخطورة في العاصفة الشمسية أو الرياح الشمسية. إذن البلازما الشمسية أو البلازما السوداء الشمسية هي عبارة عن انطلاق كمية من الطاقة من البقعة المظلمة. هذه المادة التي تنطلق من الشمس هي ليست غازية وليست سائلة وليست صلبة، هي مادة البلازما، وسميت مظلمة لأنه لا لون لها، فبالتالي سميت البلازما السوداء أو البلازما المظلمة. تمام. طيب أستاذ محمد، هل رح يكون تأثير على كل بقع الكرة الأرضية، أو ممكن التأثير يكون على قارات معينة على بقع معينة؟ حلو هذا السؤال. نحن الدورة الشمسية كل 11 سنة بتدور بالبقعة الشمسية دورة واحدة. نحن الآن في ذروة الدورة رقم 25. هذه الدورة تنتهي بعام 2027 وذروتها عام 2024-2025. ب 2024 شهدت الشمس نشاط كثير كبير. مثل ما تفضلتي، خلونا نتذكر أن الشمس تتسع لمليون ومئة ألف أرض، وبالتالي ليس كل انفجار شمسي يقابل الأرض. وحتى لو حدث انفجار شمسي وقابل الأرض لا يقابل كامل الأرض. تعرفوا أن في عندنا مثلا بدول ليل بدول نهار، وبالتالي تلك الدول التي يكون فيها نهارا والتي تكون مقابلة لتلك الانفجارات الشمسية يحدث لديها المشاكل المرتبطة بالرياح الشمسية. خلونا نستذكر بعام 2024 بالفعل حدث أكثر من انفجار قوي على سطح الشمس. بعض منا فعلا سبب انقطاع بالاتصالات الفضائية بدول أوروبا، توقف الملاحة الجوية والبحرية والبرية إلى آخره. لكن هذه الانفجارات جميعها التي حدثت عام 2024 كانت خلينا نقول بداية الانفجارات القوية، ولكن بعد ذلك أتت فترة هديت الشمس. هلأ الفترة اللي هذه في الشمس رأي الشمس، لكن ليس من المستبعد أن يعود الشمس لنشاط خلال الفترة القادمة. أستاذ محمد، هاي الانفجارات هي بتأثيرها بيكون فقط على موضوع الاتصالات أو الشبكات أو الطاقة مثلا بشكل عام، ولا لا هي ممكن يكون تأثيرها له علاقة بارتفاع درجات حرارة، بتغير مناخي مثلا على كوكب الأرض؟ الموضوع ليس فقط موضوع اتصالات سلكية ولا سلكية. حلو حلو حلو. هلأ في تأكيد وفي دراسة. التأكيد بيقول نعم الانفجارات الشمسية هي عبارة عن انفجارات من المادة البلازمية ذات الشحنات، يعني مادة أيونية ذات شحنات كهربائية، وبالتالي التأثير المضمون المؤكد على التوابع الصناعية، الأقمار الصناعية، على الاتصالات، على كل ذلك، الاتصالات السلكية ولا سلكية، وعلى البطاريات ونظم الطاقة وإلى آخره. لكن مؤخرا استاذ منيب لاحظ
أن هناك قد يكون ارتباط ما بين الانفجارات الشمسية وما يعيشه كوكب الأرض حالياً من ارتفاعات غير مسبوقة بدرجات الحرارة عالمياً. هناك دراسات الآن للأسف ما عندنا خلونا نقول محصول علمي كبير يثبت أو ينفي هذا التأثير المتبادل. يعني الانفجارات الشمسية هي جديدة، متابعتها جديدة، دراستها حديثة، يعني بمعنى تأثيرها كان حديث، وبالتالي اليوم بدأت الدراسات ترى النور بالارتباط ما بين درجات الحرارة وما بين الانفجارات الشمسية. نعم هناك توجه عالمي بالدراسات أن الانفجارات الشمسية قد ترفع درجة حرارة الغلاف الجوي وتزيد من نسبة الاحتباس الحراري مما يساهم في زيادة درجة حرارة الأرض، ولكن في هذه النقطة تحديدا الموضوع ما زال قيد البحث والدراسة، وخاصة ارتباط تلك الانفجارات حتى بالعواصف الغبارية. قد يكون هناك ارتباط ما بين العواصف الغبارية ورياح الشمسية. أستاذ محمد، البعض بيقول أنه اللي طلعوا على الفضاء قادرين يتحكموا بالشمس وقادرين يتحكموا بكل شيء عم يصير، ويمكن شفنا الكثير من الدراسات والأبحاث اللي بتقول أنه كل شيء عم يصير هلأ من تغيرات مناخية هو شيء مدروس ومفتعل من قبل البشر. قد أنت مع هذا الحكي خصوصا بما يخص الشمس والانفجارات اللي بتصير فيها؟ تمام، خلونا نكون واقعيين شوي. مستحيل حتى التنبؤ بموعد وساعة انفجار أي بقعة شمسية. نحن نعلم أن البقعة الشمسية منتشرة يوميا منصورها، ونعلم انتشارها على سطح الشمس، لكن لا يمكن التنبؤ بموعد انفجار تلك البقعة الشمسية. وخلونا كمان نستذكر قصة أن انفجار البقعة الشمسية سيؤثر على الدول المتقدمة أضعاف مضاعفة ما سيؤثر على الدول الأقل تقدما. أستاذ محمد، يعني أنا مشان لضيق الوقت طبعا فبدي استغل معك هاي الجزئية اليوم، بس جاوبني على هذا السؤال. كثير من الأشخاص، نحن هاي الدراسات دائما بنشوفها وبتطلع تباعا، يعني إنه نيزك رح يضرب الكوكب، انفجارات شمسية، مادة مظلمة، هذا شيء علمي حقيقي موجود، ولكن دائما بتحس انه في دراسات، في تقارير معينه بتخاطب مجتمعات معينه، خلينا نقول مثل المجتمع الاوروبي، مجتمع اوروبي يهتم جدا بهي القضايا وهي القصص، ممكن يغير سلوكه. يعني نحن عم نحكي انه هي الاخبار ممكن تزعزع سلوك مجتمعي ما، لما بتقول له والله رح يصير في فناء، يعني رح يصير في تدمير لجزء من كوكب الارض. نحن مجتمعاتنا العربيه يا دوب عم تلحق تدور على اكله وشربه يا استاذ محمد، فانا دائما بقول انه هي الاخبار لها اولويات لناس ثانيين. بتحس انه في شيء ما هو صحيح، في شيء عم يخسر مصداقيته بعد الكلام، نسمع بالنيزك من نامن في ما في شيء ثاني يوم، هي الامور ماشي صحيح 100%. بدنا نميز بين الخبر وبين المحتوى العلمي، يعني هو المحتوى العلمي موجود، لكن تهويل هذا المحتوى العلمي وتضخيمه وتكبيره هو المشكله. نعم مثل ما تفضلت هناك ماكينات اعلاميه خاصه لتهويل وتضخيم هذه الاخبار لاسباب عديده جدا، مثل ما تفضلت في اسباب الجمهور اللي بيتوجه الى الخبر، كل تفاصيل هذا الموضوع. نعم بالفعل قد يكون هناك تحميل كبير للاخبار، تحميل كبير لبعض الاحداث، هذا الشيء مؤكد، لكن للاسف الشديد هناك دائما حقيقه علميه يتم تجاهلها باي خبر. تمام. طيب الاستاذ محمد العصيري رئيس الجمعيه الفلكيه السوريه، شكرا كثير لهالمعلومات ولوجودك معنا. يسعد اوقاتكم، شكرا كبير لكم. شكرا كثير لك. يعني بزار فعلا دائما، يعني هي الاخبار هيك سبحان الله بتشكل نوع من الفوبيا عند مجتمعات معينه. يعني انا هلا مبدئيا شوي طمنت. للامانه احيانا بشوف مجتمع اوروبي ركض فورا، صار يمونوا الجماعه فورا معلبات واكل بمواد حافظه، وعندك بنك الحبوب مثلا كله بصير يمون ويشتغل على انه ليه، لانه هم بتاثروا كثير بهي الاخبار. يعني سبحان الله، يمكن اخر همه يعني يمكن نابع على قصه الثقه بالعلم عندهم، فمشان هيك انه يمكن واثقين جدا بالدراسات. بس انا من عندي دائما بشكك بهي الدراسات اللي بتوصلنا منين. تمام، خلينا نروح هزار لخبرنا الثاني. خبرنا الثاني هو طبي طبعا بحت. خبرنا بيقول انه في بكتيريا شائعه بجسم الانسان تذيب خلايا سرطانيه، وهذا الشيء طبعا اكتشفوا باحثون انه في نوع شائع من البكتيريا بيدوب هي الخلايا السرطانيه، وادى لنتائج مفاجئه جدا، ممكن يساعد الاشخاص اللي عندهم اورام. طبعا الدراسه كشفت إنه البكتيريا المغزلية يلي بتوجد بشكل شائع في الفم أدت إلى انخفاض بنسبة 70 إلى 99% من الخلايا السرطانية القابلة للحياة عند تركهما معا في أطباق بيتري لبضعة أيام. طبعا أطباق بيتري هي الأطباق اللي بيستخدموها العلماء والباحثين لدراسة بعض الخلايا أو بعض البكتيريا، هاي الأمور كلها أكيد هزار، بس نتائج يعني بتحكي من 70 إلى 99% لخلايا سرطانية. شوف مثلا مثل هاي الدراسة هي كانت مفاجئة
يعني ما بعرف هني يمكن رح حاول برر الموضوع انه العلماء بيكونوا عم يدرسوا شيء معين بيكتشفوا شيء ثاني صدفه. ما هو الايه انه بيجرب بس بعضه. بالنهايه كل شيء بيصب بصحه الانسان. يعني التطور العلمي عم نشوفه واضح خصوصا بقصه موضوع السكر. يمكن شفنا بالسنوات الماضيه كان في احد العلماء يلي يعني ابتكر دواء خصوصا من السكر لمرضى السرطان. فبنتمنى اكيد يكون تتخيل شفت هي الفكره لانه اغلب الناس فكره انه السرطان بيتغذى على السكر تماما الامور هي فهو بيغذي موضوع السرطان. يعني بختام هذا الخبر هزار انه هنهم عندهم امل يعني بانه يتم صياغه هي البكتيريا بطريقه معينه لحتى ينجوا شيء دوائي طبعا ولكن عم يدرسوها بيولوجيا. بس بدي ارجع للنسبه اقول انه هي افخم نسبه لحتى الان شفتها انا بما يتعلق بعلاج السرطان لانه اكبر نسبه ترفع المعنويات بتكون بين 40 إلى 50 ممكن تماماً. بس بين 70 و 99% يعني شفاء تام إن شاء الله. أكيد خلينا نشوف خبرنا الأخير وهو محلي للأسف. يعني هو خبر ما بدنا نقول سلبي بالمطلق ولكن عنوان الخبر هبوط بإنتاج الزيتون بمحافظة طرطوس. هذا الحكي بحسب رئيس دائرة الأشجار المثمرة بمديرية زراعة طرطوس محمد عبد اللطيف يلي أكد أنه إنتاج الزيتون شهد هبوط قياسي بنسبة عطاء لم تتجاوز 32 ألف طن بسبب الظروف الجوية ودرجات الحرارة اللي شهدتها المحافظة خصوصا بشهر نيسان. على حين أنه الزيتون بحاجة لدرجة حرارة بتنخفض عن 7 درجات لمدة بتتراوح بين 450 إلى 600 ساعة تقريبا لتتحول البراعم الخضراء لثمرة. أما رئيس اتحاد الفلاحين بطرطوس فؤاد علوش أكد لصحيفة الوطن أنه الإنتاج ما رح يوصل ل 32 ألف طن لأنه من المتوقع أنه تتعرض الأشجار للأسف خلال الشهر القادم لارتفاع حرارة وبالتالي مشكلة ذبابة الثمار. أيضا يمكن كنا عم نشوف الفلاحين عم يعانوا من قصة السماد طبعا يعني للأرض. يعني هي تكلفتها عالية جدا والمواد الموزعة من قبل مديريات الزراعة أو بالأحرى المصرف الزراعي عم تكون جدا قليلة ما بتكفي لخمسين دائما احنا بننوه هزار صحيح بأنه المزارع هو الأهم. اليوم لما بتدعم الزراعة والمزارع فبصير في عندك إنتاج غذائي على الأقل على الأقل نحن ما نوصل لمرحلة الجوع. فمن أهم الأمور طبعاً هو دعم المزارع لأنه هو الأساس ما يتعلق بالأمان الغذائي لسوريا. وهذا من سلبيات التغير المناخي اللي نحن عم نشهده لأنه مثل ما حكينا أنه صار في عنا فصل شتاء وفصل صيف لا خريف ولا ربيع. ويمكن يعني بالأيام القادمة أو السنة القادمة مع ارتفاع درجات الحرارة في أنواع من الخضر والفواكه يمكن ما تكون موجودة على العموم لا قدر الله. يعني مثلا هلا لانه شوفي مثلا الزيتون عم ينخفض انتاجه بهي الطريقه فقد ايه ممكن ارتفاع الحراره بعدين نفقد نوع من انواع الثمار او الخضره. طبعا ان شاء الله ما يكون هذا الكلام يعني صحيح.